زادكم الله من علمه وتوفيقه. تسأل أيضا تقول: كم يجب علي من تأدية العمرة مرات حتى تساوي حجة؟ العمرة مشروعة في كل وقت، وفيها فضل عظيم لمن تيسرت له. قد جاء في الحديث أن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال صلى الله عليه وسلم: تعدل حجة معي. فالعمرة في رمضان تمتاز على العمرة في غيره من الأشهر، وإن كانت السنة كلها وقت للعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، وإلى أن قال: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فمتابعة العمرة والإكثار من العمرة فيه فضل عظيم. وليس هناك تحديد بأن عدد كذا من العمر تعادل الحج، هذا لم يرد إلا ما ذكرنا في رمضان. جزاكم الله خيرا. من أدى العمرة في رمضان فكانت كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفهم من هذا أن فريضة الحج تسقط عمن اعتمر في رمضان؟ لا، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود بيان أجر العمرة في رمضان، وهي لا تغني عن حجة الإسلام، لا تغني العمرة في رمضان عن حجة الإسلام. نعم.